اسمي زايد سعيد سيف الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. اليوم شاركت في المؤتمر الرابع بعنوان المحاماة ملكات وملوك. اتكلم طبعا عن مهنة المحاماة، تحديات وإنجازات، ومكانة المحامي في المجتمعات سواء العربية أو على المستوى الدولي كذلك. مهنة المحاماة مهنة سامية ومهنة يتطلب ممتهنها أن يكون ذي خبرة وفي نفس الوقت مجتهد في الاطلاع على مستجدات الساحة العلمية والعملية. لذلك أنصح الشباب المحامين أولاً بكثرة الاطلاع والقراءة، وكذلك الاطلاع على مستجدات الحياة سواء من الناحية الاجتماعية، من الناحية العلمية، ومن ناحية التشريعات القانونية، والعمل على سيادة القانون وتحقيق العدالة في كل منافذ الحياة لديهم. طبعاً لا يستعجلون في موضوع فتح المكاتب والألقاب العلمية البراقة، بقد ما أنهم يعملون على ترسيخ الفكر القانوني في أول شيء في مبادئهم في عملهم، الأمر الثاني بأن يكونوا ذوي خبرة يستطيعون أن يقدموا لمجتمعاتهم ما يفيدهم وما يحقق العدالة وسيادة القانون. إذا كنا نتكلم عن أعمال المحاماة ونتكلم عن رسالة المحامي، طبعا المحامي شريك في الأسرة القضائية، شريك في تحقيق العدالة، ركن من أركان هذه العدالة، ولا يستغني أي مجتمع من المجتمعات عن دور المحامي في هذا الدور الكبير. إلا أن لا يقتصر دور المحامي على تمثيل الآخرين فقط في أمام المحاكم، أمام اللجان القضائية، أمام التحكيم، إلا أن المحامي له دور في المجتمع، يعمل على وضع أو على إيجاد التشريعات الملائمة لكل مجتمع، يجد سبل تنفيذ هذه التشريعات، سبل تنفيذ وسيادة القانون في المجتمع حتى يعم وتعم العدالة كل أفراد المجتمع. هذا من ناحية. من ناحية ثانية للمحامي دور اقتصادي كبير في أنه يرسخ التشريعات الاقتصادية في البلد، أن يجذب الكثير من المستثمرين والأموال للاستثمار في هذا البلد من خلال اطمئنان الآخر في أن أمواله محفوظة وأن هناك قوانين ترعى وتصان هذه الأموال من خلال هذه التشريعات. المحامي له دور كبير، والمحامي كأي فرد من أفراد المجتمع يعمل وبقوة على أن يدعم ويعزز سواء الاقتصاد والسلم، الأمن والأمان في مجتمعاته. الإعلام لا شك أنه شريك لكل مهنة من المهن النبيلة في المجتمع، كما أن الإعلام قد يقود فكر وسلوك المجتمع تجاه هذه المهنة. لا شك أن إحنا فترة من الفترات للأسف تعرضت مهنة المحاماة إلى الكثير من السخرية وكثير من عدم الفهم وكثير من إخراجها من شكلها المحترم إلى شكل يسيء إلى المهنة نفسها، وللأسف ترسخت هذه الأفكار في كثير من أفراد المجتمع. الآن دور المجتمع الفاعل إلى تحسين هذه المهنة، إلى دعم وتعزيز المحامي في المجتمعات ودور المحامي في المجتمع، كذلك إلى نشر الوعي القانوني وهي والمساعدة على تحقيق أهداف المهنة نفسها من خلال أن هناك يتم مناقشة كثير من التشريعات والمتطلبات، متطلبات المجتمع بشكل إعلامي جيد، كذلك تحقيق سيادة القانون وكيف يتم تحقيق العدالة في المجتمعات. لابد أنه يكون دور للإعلام، وهناك دور حقيقي لإخراجه بالشكل الجيد. الإعلام مطلوب،
الإعلام النظيف، الإعلام الواعي، الإعلام الذي له مقدرة وعلم في المواد القانونية وكيفية تخريجها وتحقيقها على أرض الواقع.